مع ازدهار منصات التواصل الاجتماعي ومؤثريها وصناع المحتوى عليها، أتى دور الأردن في تنظيم الأمور المالية ومساعدة مشاهير منصات التواصل لتوفير أوضاعهم المادية بحسب القوانين اللي بتحتم على كل من يجني دخل أنه يدفع ضريبة معينة. القرار بيشمل كل من في الأردن من أي جنسية كانت، كيف سيتصرف المؤثرون وإزاي هتكون ردود الأفعال وكيف ستجري الأمور. خلونا نتابع. بينضم إلينا من عمان خبير وسائل التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى محمد مقدادي. محمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني هذا القرار أتى اليوم تطبقه الأردن أو هتبدأ في تطبيقه، ما تقييمك أولا لهذا القرار ولماذا الآن برأيك؟ نعم طبعا لما نيجي نحكي عن القرار اللي هو القانون الضريبي، القانون الضريبي والمادة 3 خصوصا في القانون الضريبي هي ليست بجديدة، الضرائب هي موجودة منذ الأزل. اليوم لما نيجي نحكي عن أي حدا بيحقق إيرادات أو دخل لازم يكون خاضع للتنظيم للقانون الضريبي. لما نيجي نحكي عن طريقة التكييف أو طريقة تطبيقه فهي صعبة جدا ولحد اليوم، ومن 4 سنين طبعا هذا الموضوع انطرح، لكن اليوم تم تطبيقه، ولكن تكييفه وطريقة التعامل مع الشركات الخاصة لحتى تعرف الإيرادات والدخل اللي عم توصل لصناع المحتوى اللي عم يحصلوا عليها هي صعبة جدا، وانت لازم اليوم في إلك أكسس، لازم يكون في إلك أكسس على هاي الشركات حتى تقدر تعرف الدخل الحقيقي. تقصد الحكومة يعني يكون لديها هذا الإمكانية للوصول نعم. لمعرفة الدخل المؤثرين، يعني ما فيش طريقة نعم. أخرى يقدر من خلالها تقدر السلطات من خلالها تعرف ما هو الدخل اللي بيحققه كل صانع من صناع المحتوى بشكل دقيق؟ نعم، هلأ في نوعين من الدخل اللي بيقدروا هم يحصلوا عليه. رقم واحد، إذا أنت عم تتعاقد على سبيل المثال مع شركة أردنية الأصل وفي عقد ما بينك وبينهم، بصير يلزم الشركات إنها تقدم العقود اللي عملتها مع صناع المحتوى، وأصلاً الشركات تخصم منك الضريبة من البيمنت اللي يدفعوا لك إياها، من الدفع اللي يدفعوا لك إياها. هلأ هذا البارت، هذا الجزء هو بإمكان حصره، ولكن الجزء بس ده جزء بسيط، يعني أغلب صناع المحتوى هم زي ما بنقول فريلانسرز، يعني أو كل واحد بيشتغل من موقعه يعني كما نقول. نعم طبعاً، أنا بالنسبة لي أكبر دخل وأسهل دخل ممكن يحصل عليه صانع محتوى وهو من السبونسرشيب. السبونسرشيب هو تعاقده ما بين الشركات، يعني أنا باجي بعمل فيديو لشركة مثلا، بتفق أنا وياه على الفيديو 4 دقائق مثلا له 5000 أو 2000 أو 10000 أردني على فيديو واحد، فالدخل لا يستهان فيه اللي يتم دفعه من خلال الشركات. ولكن في دخل كمان كبير لهم لصناع المحتوى، واليوم إحنا عم نحقق مربح من مواقع التواصل الاجتماعي نفسها. هلأ ما في وسيلة لحد اليوم لدى الحكومات أو لهم أكسس معين لحتى يدخلوا على الدخل اللي هو له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الإشي اللي راح يكون صعب جدا حصره. ولحد اليوم حتى في تطبيق القانون هم طلبوا طواعيا من صناع المحتوى أنه يتوجهوا إلى ضريبة الدخل، وأنشأوا فريق في ضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل لحتى يساعدوا صناع المحتوى ليقدموا إقرارات ضريبية عن مدخولاتهم الشهرية ومدخولاتهم السنوية. طيب هل شايف أنه قانون ضريبي كهذا، أو خلينا نقول إخضاع صناع المحتوى للقانون الضريبي مثلهم مثل كل الوظائف الأخرى اللي هي الأعمال الحرة اللي بيروح الشخص يفتح ملف ضريبي ويبدأ أنه هو يقرب دخله وبالتالي يعني يدفع الضريبة المستحقة عليه، هل شايف هذا الأمر عادل؟ وهل بالفعل على صناع المحتوى دفع ضرائب؟ نعم، يعني لنكون صريحين واقعيين، يعني أنا كصانع محتوى أحب ما علي أني ما أدفع ضريبة، ولكن إذا منيجي من منطلق العدالة
والقانون واضح جدا، هو القانون ينص على أي حدا بحقق إيرادات أو دخل، فهذا الإيراد أو الدخل خاضع لضريبة الدخل ولازم يتم الاقتطاع منه. هلأ مش من العدل أنه يكون في كتير ناس عم يشتغلوا عم يجيهم دخل سنوي وعم يروحوا يقدموا إقرارات ضريبية وأنا يكون كصانع محتوى عم بحقق دخل وما بدفع، هاي بنحكي من قانون العدالة. ولكن هل سيكون هناك نوع من الريزيستنس انه احنا لا ما بدنا ندفع يحاول يصير؟ نعم المقاومه او التهرب، خلينا هنا كمان نتكلم على التهرب، هل ممكن يقدر صانع المحتوى يتهرب سواء من الافصاح عن الدخل الحقيقي او يتهرب اصلا من دفع هذه الضريبه؟ نعم التهرب الضريبي، بالنسبه للتهرب الضريبي لصناع المحتوى فهو اسهل من الوظائف العاديه. ليش؟ لأنه أنت في التهرب الضريبي إذا بدك تروح على الوظيفة الطبيعية ففي عندنا إشي في الأردن اسمه اللي هو نحكي السوشيال سيكوريتي اللي هو الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي هو إجباري في المؤسسات، ومعظم المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية بيشتركوا في الضمان الاجتماعي علشان الأفراد هذول. هلا اذا بتروح على الضمان الاجتماعي بيكون الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي على سبيل المثال، وبيبين قديش راتب هذا الشخص، قد يتقاضى من المبلغ مثلا مالي محدد في شهر معين. هلا صناع المحتوى الموضوع مختلف تماما. اذا ما كان في لك اكسس، ما كنت بتقدر تدخل على اليوتيوب، ما في منصه فتحت لك اليوتيوب مثلا او التيك توك او فيسبوك او غيرها من المنصات اللي يجني منها صناع المحتوى الارباح، مش راح يكون بامكانك تعرف الدخل الحقيقي لصانع المحتوى الا اذا بتطلب منه، وهو طبعا غير قانوني انه يجي ويفتح لك القناه ويورجيك مثلا صوره للدخل اللي هو موجود، وبصير كمان في تلاعب فيها. فالتلاعب اسهل لدى صناع المحتوى، والتهرب الضريبي طبعا لحد اليوم هو اهون بكثير من الوظائف التقليديه. شكرا جزيلا لوجودك معنا من عمان، خبير وسائل التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى محمد مقدادي، بشكرك. يا اهلا وسهلا.